اتركي امي اتركي، على قليل خليني اتعلم هالشغلة هي. شو هالحكي هاد هلأ؟ نسيتي شو قلت لك هلأ تحت؟ ما عم توثقي بأمك أبدا يا بنتي. آخ منك آخ. أوف، مالي طايقة صيرتها من الصبح أبدا. كم مرة قلت لك إني مضطرة أروح هلأ؟ عم قلك إنه هالشي اللي صار زاد عن حده. ماشي يا عصفوري، مع السلامة. صباح الخير. الظاهر إنه الجامعة ما عجبتك كتير. مو مهم، ديروا بالكم. شميتي شو هالريحة اللي حاططها بحبيت الجو فيها؟ ما بعرف كيف رايحة على المدرسة هيك. الله يساعدها لأمها عليها، شغلتها صعبة لهالبنت. فريحة أنت فوتي لجوا ورتبي لها غرفتها. هلأ بتكون عاملتها مثل سوق الغنم. اوعى تكسري لها شيها مشان ما تنخر لي راسي إنه خربنا لها الترتيب على أساس إنها مرتبة. فظاعة. عم أقول لك إنه علاماتها قليلة كتير، مو كتير مهم؟ أنت متأكد؟ طيب إذا بتريد يا ريت تبعتوا لي ملف بخصوص أسماء المدارس المنيحة، لأنه حابة أشوف القائمة. أنا بتشكرك كتير. تعرف أبوها وكلني بهذا الشيء. هلأ ممكن يكون حل إنها تتعلم بأمريكا، يعني حاسة هذا هو الحل الأنسب لإلها. حل شو ممكن يكون يا سينم خانم؟ إنه حضرتك تقلعيني من بيتي؟ فريحة، لمي هالمجلات وحطيهم قدام الباب لك بنتي، بناخدهم ونحن رايحين. ما عم صدق ابدا، لهالدرجة مو طايقتيني وبدك روح؟ خلص جانسو بلا سخافة. البابا له خبر بهي القلعين؟ بيعرف انك رح تبعتيني على امريكا؟ لا انتي عن جد جنيتي، انا عم اشتغل وما عم فكر غير بمستقبلك. ولك ما جمعتي علامات قد الواسطات اللي عملناها ولسه عم تنكري المعروف. انا رح احكي له للبابا كل شيء، وعلى الاهانات اللي وجهتي لي اياها اني ما نجحت وانك عم تحاولي تتخلصي مني. قليله التربايه، انا بكون بمقام امك. لك قديش ابوكي زعلان بسبب رسوبك وانا كمان مثله. لك انتي ما بتعني لي اي شيء. انا امي ماتت، حتى انا ماتت بسبب وجودك انتي. انت هون بس لانه ماتت امي. ما عاد فيني اتحمل اكثر من هيك. رح تندمي على قله احترامك هي، ابوكي ما رح يسامحك. اساسا انت اللي رح تندمي، ابي ما رح يسامحك اليك، سمعتي؟ سمعت جانسو وسينم خانم عم يتخانقوا كمان. لا 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 لا، شايفة؟ المشاكل مو بس عندك يا فريحة خانم، البنت عندها مصاري وأملاك بس هي تحت أمر خالتها. يا حرام. اي والله هيك حرام، والله حرام حرام. عم بزعل عليها كتير. ايه زعلي انت زعلي. أصلا من ورا كلامك أخذوا موقف منا اثنيناتنا على أساس إنه كذب. انتي مشان امك وابوكي ما بتزعلي، بس مشانهم ايه، لانه ما في شي تاني تزعلي مشانه. فريحة بدي اسألك، انتي بتعرفي بنته لسيد حسن كوليه؟ سينم خانم نادت له مشان اليومية. كل فكرة انها رح تلهيني. اخ يا امي اخ، بهالسهولة بيضحكوا على زهرة بنت خانجلار؟ لنشوف. منيح، خليها كوليه هي اللي بنص عقل تلم الوسخ تبعهم. دخيلك قديش انت مهتمه بمشاكلي، انه امي انحرمت من هالكم قرش ولا ما انحرمت. يلا رتبي هون، يلا واستعجلي شوي. انا ما رح خلي البابا يسامحك بالمره.
عليك كتير ماما. مرحبا يا أنسي. مرحبا. أنت بتعرفي بيت جانس وأهله مو هيك؟ خير إن شاء الله. صار شي؟ كان عنده درس بس عم دق عليها مو بالبيت. شو هالحكي؟ معقول تكون بالحمام؟ والله صار لي 10 دقايق عم بستنى على الباب وعم اتصل بالموبايل وعم اتصل على موبايل سينام خانم وعم بتصل على البيت ما حدا عم يجاوب. المهم إذا شفتيها خبرين إني إجيت. ماشي، يعطيك العافية. الله معك. الله يستر. شو صار أمي لحتى عم تقولي الله يستر؟ إجت أنستا لجانسو وصار لها 10 دقايق قال عم تدق الباب وما حدا فتح لها. جانسو كانت بالبيت؟ المهم حبيبتي بتكون راحت لشي مطرح. تعي أمي لوين بدها تروح؟ أساساً أنت اللي رح تندمي. أبي ما رح يسامحك إليك، سمعتي؟ صحيح، في مفتاح تاني تحت. شو صار يا بنت؟ لك شو صار؟ شوي بنتي بس وقفي مشان الله، قليلي شو صار يا بنت؟ جاوبيني بس. دقيقة أمي. لك فريحة، قليلي شو عم بصير؟ جانسو. لك يا بنت، لك وقفي شبك. جانسو شو صار لهالبنت يا ربي؟ شو هاد؟ شو يعني شربت الدواء كله؟ جانسو ردي علي يا بنتي. جانسو. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.